اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في الحلقه 24 من برنامج اصنع نجاحك بنفسك. واليوم اخواني الافاضل حنتكلم عن موضوع مهم جدا ويهم جميع الناجحين في العالم، وهو الاستيقاظ المبكر. خليني احكي لك اخي الفاضل، يعني اتفق جميع الناجحين على ان الاستيقاظ المبكر هو سبب اساسي للنجاح، حيث يقول الله عز وجل في كتابه العزيز وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يعني أخي الفاضل بكون دائما الإنسان في أحسن أحواله، دائما بكون في الصباح الباكر، لذلك سميت صلاة الفجر بالمشهودة. وخلينا أحكي لك أن عمر بن الخطاب أيضا يتكلم في ذلك ويقول إن البركة في إيش؟ في البكور. عشانك أخي الفاضل لازم أنت دائما تحرص على النهوض المبكر حتى تنجز أكبر قدر من الأعمال، ولأنه وقت فيه تركيز عالي وصفاء ذهني. فخلينا أحكي لك أنه لازم أنت تحرص على هذه العادة اليومية. وخلينا ذكرك أخي الفاضل بضرورة الاشتراك في هذه القناة والضغط على زر الجرس والإعجاب بهذا الفيديو، وهذا الجهد يعني اللي احنا بنبذل لإخواني الأفاضل، إنه زي ما تحكوا غيرت اللوكيشن، فأتمنى إنه هذا المكان يعجبكم والأداء إن شاء الله في هذه الحلقة أيضا يعجبكم بإذن الله تعالى. وخلينا أحكي لك أخي الفاضل إنه أغلب الناجحين ومدراء المؤسسات العالمية دائما بينهضون باكر قبل الساعة 6 صباحا، وهذه طبعا إحصائية وجدت إنه أكثر من 90% من المدراء التنفيذي لهذه الشركات بينهضوا قبل الساعة 6 صباحا، ومنهم من يضع على الساعة 5، ومنهم من ينهض أيضا قبل الساعة 4:30 مثل مدير شركة ديزني العالمية. وخلينا أخبرك أخي الفاضل أنه دراسة حديثة كشفت أيضا أن الذين ينهضون باكرا قبل الساعة 6 صباحا دائما يتمتعون بصحة جيدة وبسعادة أكثر من أولئك الذين لا ينهضون باكرا. وكتب الشاعر جبران خليل جبران أن الدنيا ملك لمن ينهض باكرا. وخلينا أحكي لك أخي الفاضل ليش هؤلاء الناجحين يحرصون على النهوض المبكر. بنقول لك أخي الفاضل لما في ذلك الوقت اللي هو الصباح الباكر من نشاط، من خلايا متفتحة، من عقل يعني صافي، والتركيز بكون عالي والإنتاجية بتكون أعلى أخي الفاضل، والإنسان بكون يعني في أوج نشاطه. ليش؟ لأنه بكون أخي الفاضل هو نهض من نوم، هذا النوم أخي الفاضل في راحة للجسم وراحة للعقل، عشان هيك أنت بتكون مقبل على الحياة بشكل رائع وأكثر سعادة وإنتاجية ونشاطا. وخلينا أحكي لك أخي الفاضل نتائج الدراسة الحديثة التي أجرتها دورية الطب النفسي، وجدت أن الأشخاص الذين يخرجون للنوم بشكل مبكر وينهضون قبل الساعة 6 صباحا هؤلاء يقل لديهم الإحباط والإصابة بالاكتئاب بنسبة 25%. يعني أنت أخي الفاضل بتحظى بأكثر سعادة، تصبح يعني أكثر تفاؤلا وابتسامة وإقبالا على الحياة لو أنت حرصت على النوم المبكر والنهوض بشكل باكر. وبنصحك كون صديق العزيز في هذا المقام انه انت تنهض مبكرا اخي الفاضل وتمارس الانشطة المتعلقة بالسلام الداخلي، هذه من اروع الانشطة صباحا اخي الفاضل. وزي ما حكينا انه في دفة الصباح احنا دائما بنذكر فيها على الواتساب جروب، لو انت حبيت تشترك معنا في هذه المجموعة برحب فيك اخي الفاضل، سواء على التليجرام او على الواتساب جروب احنا دائما بنشارك بمحاضرات تفاعلية، وخلينا اشوفك هناك باذن الله تعالى. خلينا ذكرك اخي الفاضل انه الكثير من الابحاث والدراسات اثبتت أن الذين يعانون من السهر والنوم المتأخر دائما هذول عرضة للمشاكل الصحية مثل أمراض القلب والزهايمر والضغط أخي الفاضل. عشان هيك بقول لك أيضا حافظ على صحة عقلك وجسمك من الأمراض ونم مبكرا. وأختم بنتائج الدراسة الألمانية التي أثبتت أن الذين يستيقظون مبكرا إخواني الأفاضل هم اللي دائما بيحظوا بإنتاجية عالية أكثر من غيرهم. وخلينا أحكي لك أنه لازم من الضروري عشان تكون شخص ناجح أخي الفاضل وتسلك طريق الناجحين لازم تحاول أنه تضبط الساعة البيولوجية لهذا الجسم، وانه انت تنهض بشكل باكر على الاقل الساعة 6 أو 5، يعني ما بين 5 أو 6 يعني صباحا، وحاول انه انت تنام على الاقل الساعة 11 مساء عشان انت تحظى يعني بنوم جيد، وانه انت تحظى ايضا بانتاجية عالية في الصباح الباكر. بترككم يعني في رعاية الله، وبتمنى هذه الحلقة تكون عجبتكم. طبعا ما تنسى الاشتراك في قناتي والضغط على زر الجرس والاعجاب بهذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.